حاليا حيكون معنا عبر الهات الكابتن سامي حنين واللي حاطينا اخر المعلومات والنتائج المباريات ليوم امس واليوم وحنشوف شن صاير في دوري الوفاء النسخه الثامنه. مرحبتين بك كابتن سامي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صح فطورك استاذ وصح فطورك نورتنا في الصبح في الليل وفي فقره دوري شارعنا. بارك الله فيك استاذ وان شاء الله كيما منطلقين موفقين يا رب العالمين. ربي يخليك يا رب. طيب كابتن سامي لو تعطينا الفرق اللي لعبت امس وكم كانت النتائج صالح من؟ لا امس اولا بسم الله الرحمن الرحيم امس ختم بطوله الوفاء النسخه الثامنه جمع اللقاء النهائي فريق نجمه وفريق التلفزيون انتهى اللقاء بهدف مقابل هدف انتهى اللقاء اللي بركلات الجزاء بفوز فريق النجمة ركلات مقابل ركلتين. ممتاز جدا يعني اللي توج ببطولة الوفاء النسخة الثانية فريق النجمة. النجمة الموسم الثاني على ألف ألف مبروك ليهم وأكيد هارد لك للفرق اللي حركته وإن شاء الله رب المواسم الجاية هي تكون في مهم. طيب شو في نشاطات في بالنسبة للشباب؟ هو تو بعض الشباب طبعا خذوا خطوة نحو بعض الشباب طبعا خذوا خطوة نحو خطوة لجنة الدوري الكبار دوري أشبال الآن هنا في الليل وعندنا دوري أواسط في المساء وهي نفس الاسم بطولة الوفاء النسخة الأولى للشباب وللناشئين. ممتاز جدا فكل التوفيق لكم كابتن ساي نورتنا وان شاء الله اكيد حنكون على تواصل في باقي ونشوف باقي التطورات بالنسبه لدوري الاشبال والاواسط. مرحبتين بك استاذ وان شاء الله كل عام وانتم بخير. انت بالف خير يا ابو موفق ان شاء الله. مع السلامه. طيب طبعا زي ما سمعنا مع الكابتن سامي حنين ان بالنسبه لدوري الوفاء النسخه الثامنه في منطقه لها تو فريق النجمه بطل الدوري فاكيد الف مبروك ليه وكل الفرق اللي شاركت يعني موفقين وفي النهايه هذه لعبه والروح الرياضيه لازم تكون موجوده فهي رياضه دائما يعني تجمع اللاعبين مع الجمهور فموفقين ان شاء الله واكيد الجمهور كان استمتع بهذا الدوري. اما بعد شويه حيكون معنا الكابتن والمعلق الرياضي يوب عبد السلام واللي حيعطينا اخر اخبار نتائج دوري الاصدقاء في مدرسه علي وريت وحنشوف معاه شن اخر النتائج والمباريات. لو معنا على الخط كابتن ايوب. تمام اذكركم مشاهدينا لو حبيتوا تواصلوا معنا في هذه بعد شويه حنستقبل مكالمات على الرقم 021 480 43 او الرقم 021 480 20 21 واكيد منضم رسائل واللي حنقرا كل رسائلكم على الهواء مباشره على 80202. طيب في نهايه رقم 8088 يقول عبد السلام العويد تحياتي لكم صبح في الليل. شكرا لك عبد السلام. حنكمل نقرا الرسائل ولكن حاليا معنا على الهاتف المعلق الرياضي ايوب عبد السلام نورتنا. مرحبا بك كابتن وصاحب الصور صاحب الصور المستمعين والمشاهدين على راديو تلفزيون وعد وصحة فطورك يا رب وإن شاء الله ديما مرنا أيوب. بداية نعرف آخر المباريات اللي لعبت أمس وكم كانت النتائج. والله طبعا محمد أمس زي ما تعرف أنت أمس كانت في راحة اللي هو كانت نهائي في الدوري 16 ما كانت مباريات نعطيك لا إله إلا الله يعني الفرق اللي تأهلت اليوم فرق شباب طرابلس في دور الثمانية فريق شباب طرابلس فريق الكازا فريق جنزور فريق البوكا وفريق الأولمبي فريق طوب من الفرق اللي هذه الفرق اللي تأهلت اليوم يبدأ دور الثمانية إن شاء الله إن شاء الله لقاءات اللقاء الأول شباب طرابلس والكازا واللقاء الثاني حيكون بين الهاني وفريق النصر وكالعادة المباريات يعني تبدأ الساعة 12 تبدأ بإذن الله الساعة 12 ما بعد 10 دقائق من توها تبدأ شوية لأن في دوري أشبال دوري فيها السنية بدأ فهذا علاش من 10 ل 12 إلا ربع يلعبوا الفئة السنية بعد الفئة السنية إن شاء الله دوري الكبار اللي هو دوري الفئة الكبار ان شاء الله ان شاء الله مباريات كالاتي يعني كما قلت لك شباب طرابلس والكازا الاولى والثانيه اللي هو لقاء القمه لقاء شارع النصر ولقاء الهاني فريق محمد معليش في تنويه تفضل.